الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الهادئة ومشاهدة الألعاب البهلوانية والمشي بحرية والابتعاد عن الضوضاء والملوثات البيئية واستعادة شيء من الراحة النفسية، كلها أحلام باتت واقعاً في شارع الكورنيش الجنوبي لمدينة سور بعدما حسمت البلدية أمرها وقررت تحويل أكبر شارع في سور يزدحم بالمؤسسات السياحية إلى شارع للمشاة كل يوم سبت من كل أسبوع تحت شعار مشي تنمشي. كنا عم نطلب فيها من زمان، كان بدأ بس شوية جرأة، الحمد لله الجرأة أخذتها بلدية سور، الشكر لألون. كان أول شيء مستصعبينا إنه ومنا نروح بالسيارات والناس والعالم، شوي شوي كيف تعود العالم يمشي الحال. شايف وجربناها السبت الماضي، ولا عم نعيد عليها هذا السبت، والحمد لله كله تمام والعالم كثير مبسوطة، وأنا من أحد المشجعين لهالفكرة. كل يوم هو كان مبالغ كثير حلو، بحب أشوفه بكل لبنان، بس أنا مبسوط أكثر إنه بلش من الجنوب وإن شاء الله بكفي كل جمعة، إذا كان كل جمعة موجود أنا حكون. خطوة مميزة ممتازة من قبل البلدية، أول شيء على صعيد الناس ارتاحت كتير من ناحية موضوع السيارات والعجل السير، والأهم هيك موضوع الاقتصادي، المحلات كمان انتعشت، يعني الناس بدل ما تضطر تقعد بالسيارات وكذا، عم تضطر تقعد بالمحلات، وهذا الشيء أنعش كثير المحلات هون من المدينة. هذه الخطوة أعادت الحياة إلى الشارع التجاري، فدبت الحيوية في جميع مرافقه وأنعشت الحركة الاقتصادية في المنطقة، على أمل أن تنتقل عدواها إلى مناطق لبنانية أخرى.